السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم اصدقائي الاعزاء. مرحبا بكم في هذا البث المباشر الصباحي. ما غاديش يكونوا بزاف ديال الناس حاضرين. الساعه الان 11 بتوقيت المغرب والسابعه بتوقيت مونتريال، لكن هناك كلمه ضروريه بغيت نفتتح بها هذا الاسبوع. قبل قليل اتصفح الفيسبوك ولقيت واحد المنشور على طالب كاتبين انقذوا طالب باغين يلصقوا ليه تهمه الى اخره. ما عرفتش الموضوع اشنو هو. البارح كان اتفاق بيني وبين كفاح باش اننا نحاولوا نقربوا ما بين وجهات النظر ما بين المغاربه. اهلا بشرى، باقي كنتسنى المكالمه. يلا داز اسبوع دابا، صباح الخير. اذا قلت اتفقنا انا وكفاح باش اننا نحاول نوحدوا الصفوف، رغم انه كاين هناك اختلاف في الاراء. مثلا انا وكفاح تنوقفوا بعض المرات عند شي نقطه، هو تيشوفها في الشرق وانا كنشوفها في الغرب، ولكن هذا الشيء هذا لا يفسد لي الود اللي بيناتنا. قضيه هذه دابا ثلاثه السنوات وحنا كتجمعنا صداقه ديال الاحترام ديال التقدير ديال كل واحد عنده الفكره ديالو، كل واحد عنده طريقه التفكير ديالو، كل واحد عنده الطريقه باش كيقدم اولا باش كيتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن حتى شي واحد فينا ما كيفرض رايه على الاخر، حتى واحد فينا ما كيحقد على الاخر. فبان لنا انه ممكن اننا نديروا واحد العمل مجتمع ونحاولوا نجمعوا المتابعين ديال عدراوي لايف مع المتابعين ديال كفاح ونناقشوا في واحد النوع من الهدوء، كل واحد يطلع يتكلم يعبر على وجهة النظر ديالو بالطريقه اللي هو كيشوفها، بالطريقه اللي هو مقتنع بها. الطالب واش مدرب الجيش؟ انا من عاد جديده ما بقيت جبت الخبر. الطالب واش طالب كان مدرب ديال الفريق الجامعي ملي كنت خدام في الجامعي في النسيج، كان باقي في ايام الشباب، باقي ما بداش يدرب في الفرق الوطنيه، وكان كل نهار السبت كيجي كيدرب المنتخب ديال الفريق الجامعي لقطاع النسيج انذاك. رجل طيب الله يعمرها سلعه وبشوش، وكان يعني كيخدم من قلبه مع بوشتة الجامعي الله يرحمه، السي حسين السي تامي والابناء ديالهم، وايضا العمال اللي كانوا كيشتغلوا معاهم وكانوا يعني لاعبين ديال كره القدم سابقين في فرق وطنيه. كان جا المنتخب الوطني ديال 86، جا فريق الجيش الملكي، فريق المغرب الفاسي، فريق الوداد. كان شي وقت جري عليه الجمهور ما كيخليهش يتريني، كان كيجي يتريني عندنا في الملعب. فدوزنا واحد الفتره زاهيه رياضيا وكرويا. اذا باش نكمل الموضوع ديالي، يعني كان هذا هو الاتفاق، انا غادي نجي وغنديروا فيديو في الصفحه ديال كفاح، غادي نستقبلوا المكالمات، غنخليو بنادم يتكلم يهضر داكشي اللي في قلبه يخويه. لكن واحد الفئه ديال مغاربه العالم، انا دائما كنقولها وكنكررها، 99.99% ديال مغاربه العالم خدامين على راسهم، مكونين اسره، خدامين على ديك الاسره. كاين اللي علماء، كاين اللي شيافر بحالي، كل واحد واشنو كيدير. المهم ان كل واحد لاقي واحد الطريقه بعرق الجبين ديالو كيجيب لقمه العيش للابناء ديالو. وكاين واحد الرعاع، واحد الرباعه ديال الناس اللي يعني قاضيين وقتهم في المقاهي، قاضيين وقتهم في التسكع في الشوارع، جا هذا العالم الافتراضي ولقاو فيه ضالتهم، وجاو كيخويو فيه ذاك الفشل ديالهم ليل نهار، نهار وما طال. هما كيسبوه، هما كيعايروه، هما اسقاط النظام، هما اي واحد خرج يهضر هذا عياشي، هذا مخزني، هذا مع المخابرات، هذا داك السموم اللي مدسوسه في الجسد ديالهم كيلوحوها في مواقع التواصل الاجتماعي. واخر شيء انا كنت كنتسناه هو انه غيجيو يهجموا بداك الطريقه اثناء البث المباشر البارح، لان علنا عليه قبل، دونك كان عندهم وقت باش انهم ياخذوا خبر ويوزعوه بيناتهم. غادي نهجموا، راه قالوا بان شي واحد من كندا اكيد داك مول الكاميو هو اللي غادي يطلع، غادي نشرشموه وغنديروا ليه. فكاين الناس اللي يعني طلعوا معنا في سميتو تيقول لك راه خاصنا نخرجوا، خاصنا نديروا الثوره، خاصنا نديروا الثوره. انا باش نقول لكم بان كفاح كيف ما كنعرفوا انا، كفاح ضد هاد كلمه اننا نديروا الثوره، ومقتنع بانه ما كاينش ولد المراه اللي غادي يقدر يطلع معنا في الفيديو بالوجه ديالو
ويقول لك راه حنا خاصنا، انا راني من مكناس وخاصنا نديروا الثوره في المغرب، امبوسيبل. ولكن هاد الزبانيه ديال الفشل يدخل عندك من ايطاليا ولا يقول لك انا راني من فاس ولا انا راني من مكناس وراه خاصنا نديروا اسقاط النظام وخاصنا نفعلوا وخاصنا نتركوا. يعني الفكره انتهت في البدايه ديالها، يعني قبل ما نقلعوا كان حوار بيني وبين كفاح من بعد، قال لك المره الجايه هو اقترح، قال لك المره الجايه يطلعوا بالوجه ديالهم باش اللي باغي يقول اسقاط النظام يتحمل المسؤوليه ديالو. حنا يعني نناضل ولا نحارب الفساد ولا نفضح الفساد بطريقه اللي هي تحافظ على السلم الاجتماعي وتحافظ على وحده المواطنين ووحده الوطن. ولكن اللي باغي هاد تنوض الثوره حنا بغيناها تنوض فيه، تنوض فيه هو. اذا الفكره يعني توقفت في بدايتها، ولقيت انا بانه يعني هاد الفكره ديال اننا غنتجمعوا صعيبه بزاف، صعيبه بزاف لاننا ما كنقبلوش بعضياتنا، ما كنقبلوش بالراي ديال الاخر. كيجي واحد كيقول لك النظام المخزني نظام ديكتاتوري وهو ما تيعطيكش حتى فرصه باش انك تعبر بالراي ديالك، يعني انت ما باغيكش تهضر، ما باغيكش تكون كاع. دونك تصور ان هذا السيد هذا كان في بلاصه المخزن، اشنو كان غادي يدير؟ اذا الناس اللي هما لا يؤمنون باعطاء حريه التعبير للاخر، وتيجي تقول لك حنا بغينا نحاربوا الديكتاتوريه، وانت شخصيا انت الديكتاتوريه شخصيا تتجسد فيك. وشي وحدين في التعاليق من اللي بداو ما كتب تا المخزني والفاعل وبعتي الماتش ودرتي وفعلتي وتركتي، يعني ما قادرش، ما عندوش القدره باش انه يتصنت لك، يتصنت الفكره ديالك. انا جيت باش نناقش معك فكره ملي تكلمت على ان اخنوش يتلقى الضرب بالثقيل من عند الرئيس ديال حزب البام، هذا شيء جديد. يعني بغينا الثروة توزع على الفقراء، يوسف بوكو هذا الشيء هذا، يعني احنا ثلاث سنين هذه وحنا كنكرروه ونعاودوه لا انا ولا كفاح، وهذا هو الهدف ديالنا من خلال هذا ما يسمى بالنضال على مواقع التواصل الاجتماعي، هو التوزيع العادل للثروة. ولكن كنقدموا هذا الشيء هذا بواحد الاسلوب اللي هو مقبول اجتماعيا، لكن واحد ملي كيجي ويبدا يسب فيك ويعاير فيك ويفعل فيك وتركليك وخصنا وخصنا، وانت لو كانت تجي تاخذ بزمام الامور في المغرب غتحوص كل شيء ليك وغتخلي كل شيء يموت بالجوع، ولا غتخويبوا هاد الشعب هذا كامل وتجلس بوحدك انت في ديك البلاد. اذا اللي بغيت نقول هو ان مثل هؤلاء الاشخاص كيدخلوا لهاد الصفحات باش يعطيو الانطباع على ان مول الصفحه راه انسان خايب ولا انسان باغي يحيد النظام، لا كفاح لا طالب، حتى شي واحد فيهم ما هو ثوري ولا باغي يطيح النظام. هما ناس ضد الفساد، ناس غاضبون من الفساد، غاضبون من انهم كيشوفوا هاد الناس هادو اللي كيعيشوا الفقر المدقع، وواحد اخر الثروات ديالو تتضاعف سنه بعد سنه، ما كنفهموش كيفاش هاد الاسعار ديال المازوت اللي ما بغاتش تهبط كتهبط في العالم كله ما كتهبطش في المغرب. يعني هذه امور اللي هي عاديه جدا ان الانسان ينتقدها، ولكن هما كيجيو كيبداو كيدسوا لك مجموعه ديال الافكار من خلال التعاليق على اساس انه راه هذه الصفحه هذه صفحه ثوريه، وهذه الصفحه باغا تقلب النظام وباغا دير وباغا تفعل، وهذا امر غير صحيح. دونك هاد 0% ديال المواطنين المغاربه اللي كيعيشوا اغلبهم خارج المغرب واغلبهم ناس فاشلين تقلب تشدهم من الرجلين ديالهم كاملين هكا تنفضهم ما تطيحش 10 اورو منهم كلهم، هاد الفئه هادو كيجي باش انه يدس السموم وسط المجتمع، وكيجي باش انه يخلق التفرقه بين مكونات هذا المجتمع، وماشي من المصلحه ديالو اننا نجلسوا واحد المجموعه ديال الناس اللي عندنا افكار مختلفه متنوعه ونجلسوا كنتناقشوا، كل واحد كيقول الفكره ديالو ولو انها تختلف على الافكار ديال الاخرين، ولكن عنده الحق باش انه يعبر على الراي ديالو ومن حقه اننا نسمعوه. لكن داك 0% فيهم غير الهضره الخاويه، ولكن دايرين بحال داك البرميل الفارغ كضر فيه كيدير الضجيج بزاف، دايرين الصداع بزاف. انا البارح وقفت اللايف لان بقيت كنشوف كنقول يعني الا بقيت تابع هاد الناس هادو غادي نفطر هاد النهار، هذا ما فيها لا الا ولا حتى،
يعني كنت قريب من انني غادي ندخل في واحد الحاله ديال لاغاج وغادي نبدا نخسر الهضره ونبدا نتساب مع عباد الله. اللهم نوقفوا هذا الشيء هذا في بدايته. اذا انا من خلال معرفتي الكفاح ومن خلال الحوارات والنقاشات اللي كتدور بيناتنا، كفاح مواطن وطني 100%، ليس مع اسقاط النظام وليس مع قيام اي ثورة في المغرب. دونك هادو مجموعه ديال الفاشلين اللي كيعيشوا خارج المغرب كيبغيو يضفيو هذا الطابع هذا على هاد المدونين. علاش؟ لانه هو كياكل من الادسنس وكيدير فيديوهات من الادسنس، ولكن كفاح الطالب مطلعين عليه لا باريير بزاف. دونك كيفاش غادي نديرو نطيحوهم؟ خاصنا نجيو ندسو لهم هذا، كان على الله واحد النهار نشوفوهم مشدودين في الحبس ويخويو لينا التيران. هذا هو الهدف، تقلب النظام ولا برويطه. هاد الشيء دابا اللي ما كتفهمش، ان واحد جالس ما خدامش، هو ما قادش حتى براسو، وه بيعصرو اخنوش في تارودانت، ايوا حتى هو راه عصرو بهاد الخرجه، هاد الخرجات اللي خرج راه عصر عصر اخنوش وعصر الحزب ديال اخنوش كامل، ماشي غير اخنوش. دونك يعني الكلام كبير بزاف، ولم نعهده من مسؤول في حزب الاصاله والمعاصره، اللهم ما كان يقوله الياس العمري، ولكن لم يصل الى مستوى ما قاله وهبي قبل ايام. اذا بدا الضرب بالثقيل، وكان هذا هو الهدف ديالي، هو اننا نناقشوا اشنو كيقولوا هاد الناس هادو. الانتخابات قلت بانها جايه، انا ما قلت حتى شي واحد سير تصوت، انا تنقول بان الانتخابات جايه وغايمشيو الناس يصوتوا وغادي ينجح شي حزب، ومن داك الحزب غادي يطلع رئيس حكومه، وحنا غنبقاو كنغوتوا. هذا ما كان، يعني الانتخابات هي امر واقع جاي جاي. الخضره غاليه، الله ياخذ الحق. اذا الخضره غاليه، عوض ما يعني هاد لي بلوغر ولا هاد اليوتيوبرز يسلطوا الضوء على هاد الموضوع هذا ديال الخضره غاليه، واللي كاينين في المغرب يمشيوا للاسواق ونديروا ضجه من هاد الموضوع هذا باش الحكومه تدخل وتدير شي حل وتضبط الاسعار ويعود هاد النضال هذا بالنفع على المواطن المغربي وقلب النظام. احسن تعليق قريت هذا الصباح هذا هو، قال لك واش النظام برويطه غتجي تقلبو؟ هذا راه ما يقدرش يقلب حتى كاس ديال اتاي في كاس اخر، عطيه غير جوج كيسان نقول لك برد لي هذا الكاس داتاي، ما يقدرش يبردو. ولكن لانه بوحدو في واحد الركنه في واحد البيت شد التليفون تيخرج داك الغضب ديالو من خلال التعاليق اللي كيكتب. النظام ما قدر عليه حتى افقير. على اي هذا موضوع منتهي. انا بالنسبه لي هادو ناس ديال الادسنس كيقلبوا على الرواج، كيقلب على الشهره، كيقلب على انه يدخل جوج فرانك في نهايه الشهر. انا كنت في 2018 تحديتهم، قلت لهم اتحدى هاد الناس اللي كيقدموا نفسهم على انهم زعماء يدير لي لايف فقط في الفيسبوك، خلي ولاد الشعب اللي كاينين في المغرب هما يهزوا الفيديوهات ديالنا كاملين ويحطوهم في اليوتيوب وهما اللي يدخلوا منهم الفلوس. الا كتقول لي انك مناضل، ونوض ناضل بعدا خدم على راسك، نوض صور طرف ديال الخبز لراسك، قد براسك وقد بالعائله ديالك، خلي الادسنس يستافدوا منه الناس اللي ما عندهمش فرصه ديال العمل والو. كتلقاه كيدخل، والخوت ديروا جيم وما تنساوش الله يحفظكم، بارطاجيو بارطاجي بارطاجي بارطاجي. شنو الهم ديالو؟ الهم ديالو هو الفلوس، هو الكم ديال المال اللي غادي يدخل في نهايه الشهر. اذا من خلال هذا الفيديو هذا بغيت ناكد على ان طالب ما عمري تواصلت معاه وما تنعرفش عليه يعني الشيء الكثير، ولكن كنشوف بانه يعني غادي في نفس التوجه ديال كفاح. جوج ديال الشباب يحاولون قدر الامكان بالقدرات ديالهم بداك الخبره اللي عندهم في طريقه اعداد الفيديوهات باش انهم يثيروا الانتباه لمواضيع معينه اللي كيعيشها المواطن المغربي او اللي عندها علاقه مع المعيش اليومي للمواطن المغربي. لكن هادوك السعايا ديال اليوتيوبرز كما قالت السيده خديجه، السعايا ديال اليوتيوبرز ديال بارطاجي بارطاجي بارطاجي، هادوك كيبغيو يبيعوا العجل ويزيدوا يقدموا مثل هؤلاء الشباب على انهم ثوريين ولا انهم يسعون الى قلب النظام والى اخره، باش يدخلوا للحبس كاملين وتخوى لهم الساحه ويوليو المتابعين ديالهم ينكبوا على متابعه العاطلين عن العمل في اوروبا خصوصا وفي امريكا. وهذا هو الهدف، هذا الشيء اللي باغيه. اذا
طاحت الشتا بزاف خصنا نطيحوا النظام. هادشي يعني بعض المرات كتلقى حتى لي زيدي نو سون با ارتيكولي في الراس ديال بنادم جاي خاصو غير يسب غير يعاير. هنا دخلنا غير المقاطعه، انا اول مره اخذت علما بوجود حمله ديال المقاطعه في 2018 دخلت كنتكلم في المقاطعه فكره مزيانه بانها كتخلق واحد النوع من التوازن مع الشركات اللي هي شركات مستبده وكتفرض على الزبون واحد السعر اللي هو مرتفع. هذه فكره المقاطعه غتخلي الشركات تراجع نفسها وقبل ما تحدد الاسعار ديالها تاخذ بعين الاعتبار انه ممكن حتى هي تصدر في حقها هذه الحمله المقاطعه. يعني فكره اللي عجبتني ودخلت بقينا كنناقشوها. واحد نظم الطاليان قال لك علاش كتهضر في هذا الموضوع، هذا الموضوع خاصو يهضر فيه غير هو بوحدو، بوحدو هو داير واحد قطايه واحد الشاشيه مور راسو بوحدو اللي خاصو يدوي في هذا الموضوع. انت كتهضر فيه السب والمعيون، اش من نضال هذا ديال السب؟ يعني ملي كتسب انت واحد في قاره وواحد عايش في قاره اخرى وانت كتسب فيه، يعني شنو غيرتي شنو درتي؟ ما درتي حتى شي حاجه والو. إذن الخط تبارك الله عليكم، السابعة والنصف تقترب والنصف تقترب، هو الموعد ديال بداية العمل ديالنا، بداية أسبوع موفقة للجميع، وسيكون لنا إن شاء الله متابعة لهذا الموضوع خلال هذا الأسبوع. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.